بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا شباب. معانا في مقرر الاناليتيكال كيمستري 3. الترم ده ان شاء الله هنكون مع بعض. انا دكتورة هبة كمال عاشور. طبعا انتوا عارفيني، احنا كنا مع بعض الترم الاولاني السنة اللي فاتت في مقرر الاناليتيكال كيمستري 1. الترم ده ان شاء الله انا هكون معاكم، هدرس 2 chapters من الفور chapters اللي موجودين في الكورس بتاعنا، وحكون مع الدكتوره استاذ دكتور مروه سعيد منيب، استاذ الكيمياء التحليليه. دكتور مروه هتدرس ان شاء الله 2 chapters اللي هم الووتر اناليسز وبعديه الجرافيمتريك اناليسز، وانا التو تشابترز اللي هدرسهم هيكونوا الداتا اناليسز او الستاتستيكال تريتمنت اوف داتا، وعندنا تشابتر في الاخر اللي هو الليبيد اناليسز اند ميلك اناليسز. Dear students, welcome to Analytical Chemistry 3 course. Let's go together through this course in this semester. The course is composed of four main chapters. I will be presenting two chapters, which are the data analysis, and at the end of the semester, we will take the second chapter, which is lipid analysis and milk analysis. The other two chapters will be given by Professor Dr. Marwa Saeed Munib. She will be giving chapter 2, water analysis, and chapter 3, gravimetric analysis. Let's go together through this nice course. We will start with chapter 1, data analysis or statistical treatment of data. Let's start with knowing what is statistics, the meaning of statistics. Statistics, as a definition, is the study of the numerical data. It deals with gathering, presentation, management, organization, calculation, and analysis of usually vast numerical data, which means that we are dealing with a large number of numerical data. Where are these data are obtained from? They are obtained from chemical analysis. When we perform any type of chemical analysis, we end with values, we end with numbers. For example, like titration experiments, they ended with gaining a number. We have a number, which is the result. If we repeat the experiment several times, so that we have a large number of results. Gathering or collecting these data, knowing how to present them, knowing how to deal with them or manage them, how to organize them or put them in order, using them for calculation of certain values that indicate the type of these data. This is all called statistics. يبقى لو هنتكلم عن ال definition of statistics هو دراسة ال numerical values. احنا هنتعامل مع numerical values جاية منين، او ازاي الموضوع ده يهمنا في الكيمستري. الداتا دي هتكون جاية او الارقام دي هتكون جاية من الكيميكال اكسبيرمنتس اللي احنا هنعملها. مثال صغير للكيميكال اكسبيرمنتس اللي بتطلع علينا ارقام زي التايتريشنز اللي احنا اشتغلنا عليها في اناليتيكال 1 واناليتيكال 2. كنا بنعمل التايتريشن وتطلع عندي الام بوينت. تخيلوا بقى ان احنا لو عندنا سامبل بنعمل لها مثلا 20 مرة تايتريشن، هيبقى عندي عدد كبير من الداتا. الطريقة اللي هتساعدني ان انا اجمعهم، اعمل لهم كولكشن واعرضهم، ازاي اعرض الداتا اللي وصلتني ديت او اللي انا توصلت لها، وازاي اتعامل معاها، ازاي اعمل لها اورجانيزيشن انظمها واعمل لها كالكوليشن بحيث انها تساعدني انها تديني فكرة عن نوعية الداتا او طبيعة الداتا اللي عندي ديت. كل دوت اسمه statistics، هو ده اللي اسمه statistics. طيب الستاتستكس بتساعدني في ايه، او انا بعمل بيها ايه؟ الستاتستكس بتقول لي حاجتين مهمين جدا. How accurate is the analysis؟ العمليات الاناليسز او الاكسبيرمنت اللي انا بعملها، How accurate is it؟ دقيقة قد ايه؟ ازاي بتجيب الفاليوز اللي بتطلع منها؟ هل هي دقيقة؟ هل هي قريبة للفاليو السليمة ولا لا؟ تاني حاجة، How many analyses do I have to make to overcome problems of inhomogeneity or imprecision؟ طبعا انتوا اشتغلتوا بايديكوا تايتريشن، فانتوا عارفين كويس ان احنا لو عندنا سامبل وعملنا لها تايتريشن 20 مرة، مستحيل مستحيل ان ال 20 مرة يطلعوا زي بعض. تمام؟ احنا كنا بنبقى واقفين في المعمل
كلنا بنشتغل نفس السامبل وكلنا بنشتغل بنفس التايترنت كلنا بنشتغل بسيميلر جلاس وير وبنعمل نفس البروسيجر وبنلاقي ان كل واحد بيطلع نتيجة مختلفة عن التاني. ممكن نلاقي مثلا 2 3 4 10 من اللي جوه المعمل طلعوا نفس الريزلت لكن في الاخر بيطلعوا في اختلافات حتى لو الاختلاف ده عبارة عن 0.1 او 0.2 مللترز. فالستاتيستكس بتساعدني ان انا اعرف هل طريقة الاناليسز اللي انا بستخدمها ديت تقدر تساعدني ان انا اتغلب على اختلاف الريزلتس دي او الامبريسيجن اللي بيطلع فيهم يعني عدم القرب ما بينهم. الستاتيستكس والقيم اللي انا بحسبها منه بتساعدني ان انا اوصل للموضوع ده. We are talking about what is the why do we need statistics, how statistics helps us. Statistics can help us in telling how accurate is the analysis, how accurate is the process or the experiment I'm performing to produce results or data that are close to the correct value. Accurate means close to the correct value. So measuring some numerical data can help to tell me if these data are accurate or not. Also, it can answer another question, which says, how many analyses do I have to make to overcome problems of inhomogeneity or imprecision? Like we used to work in analytical chemistry labs, if we make a titration experiment, let's say we make it for 20 times, of course, we do not expect that the 20 times are to be the same. They will never be the same. If you remember, we used to be about 40 or 50 students in the lab. We are all working with the same sample, same titrant, similar glassware, the same procedure, but still each and every one of us has his own result. Some of us have similar ones, but still there are different values that resulting even with 0.1 or 0.2 milliliters in a difference. طيب ايه هي الـ values بقى اللي انا بستخدمها عشان اعمل الستاتيستيكال analysis اللي انا بقول عليه اللي بيساعدني انه يعرفني الـ experiments اللي انا بعملها دي دقيقة ولا لا، مناسبة ولا لا، تنفع في شغلي ولا لا. طيب احنا لو هنتكلم على الاكسبيرمنتس اللي احنا بنتكلم عليها، انا مش هقول دايما ايه هي التجربه اللي احنا بنعملها لان الكلام اللي بنقوله دوت ينطبق على اي ميجرمنت، اي اكسبيرمنت ممكن تعملها وبتطلع ماثيماتيكال فاليو او بتطلع نيوميريكال فاليو يتطبق عليها الكلام دوت. اوكي statistical operations are necessary to control and verify the analytical procedures as well as the resulting data. لازم النتائج اللي هتطلع عندي من اي experiment لازم تعدي على الخطوة بتاعة الـ statistical operations او الـ statistical calculations. ليه؟ لانها بتساعدني انظم الداتا ديت واعرف هل انا ماشية في الطريق السليم، هل الـ experiment دي تنفع كـ verified method كـ authorized method ان انا استخدمها في الهدف بتاعي او في البيربوس بتاعي ولا لا. ما ينفعش نقول ان في تجربه بنعملها ما فيهاش ايرور. الايرور او المستيكس، احنا كلمه مستيكس ديت بنعتبرها كلمه كومن شويه، انما لما احنا بنتكلم في حاجه ريليفنت للساينس فبنقول ايرور. الايرور في الاناليتيكال ورك ما اقدرش اقول ان انا ممكن اتجاوزه. يعني حتى انا كدكتوره بشتغل في الاناليتيكال كيمستري والتايتريشن الواحد بقاله سنين، برضو لو وقفت اشتغل في المعمل اكيد هيبقى في سورس اوف ايرور مهما كان صغير. فاحنا دورنا ان احنا بنحاول ان احنا نمنع الايرور قدر الامكان، نقلل الفاليو بتاعت الايرور ديت ونحاصر الايرور في شغلنا بحيث ان احنا نوصل لادق فاليوز وادق ريزلتس موجوده عندنا. An important aspect of the quality control is the detection of both random and systematic errors. احنا لو هنتكلم على الايرورز بقى بالذات، شغلانة مين اللي مهمته ان هو يدور على الايرورز في شغل الكيمستري والفارماسي؟ شغل الكواليتي كنترول.
الكواليتي كنترول ده موجود في كل مجالات العمل دلوقتي، حتى اللي واقف في الصيدليه هيلاقي ان في فوقه مدير بيدور على الكواليتي كنترول. انما طبعا اكتر ناس بتشتغل كواليتي كنترول هي الناس اللي بتشتغل في شركات الادويه، مصانع الادويه، المعامل الكبيره اللي بتطور الصناعه الدوائيه. دول بتبقى مهمة الكواليتي كنترول ان هم يعملوا حصار للراندم ايرورز والسيستماتيك ايرورز. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد كده. الراندم ايرورز هي من اسمها كده، راندم يعني عشوائية، يعني مش ثابتة، ممكن تظهر مع واحد وما تظهرش مع التاني، ممكن نفس الشخص يعمل التجربة مرة فيحصل الايرور معاه ويعملها مرة تانية فما يظهرش الايرور معاه، تمام؟ انما السيستماتيك ايرورز لا، دي نقدر نقول انها ثابته او موجوده باستمرار، بتتكرر، ليها باترن معين بتتكرر بيه، تمام؟ فشغل الكواليتي كنترول انه يمسك الايرورز ديت بنوعينها، سواء راندوم ايرور او سيستماتيك ايرور. This can be done by critically looking at the performance of the analysis as a whole and also of the instrument and operators involved in the job. احنا بنشوف مين لما بدور على الايرور، بدور في ايه؟ بدور في الاناليسز، البروسيدجر اللي انا بستخدمها، الانسترومنت لو انا بستخدم جهاز او بستخدم جلاس وير، والاوبريتور اللي هو البيرسونال، الشخص اللي بيشتغل بايده وبيشغل الجهاز وبيعمل التايتريشن وبيوزن وبيدوب. الثلاث عناصر دولت هم اللي ممكن يكونوا sources of error. يبقى مين عندي sources of error؟ يا إما الanalysis procedure أو الanalysis itself أو الinstrument أو الoperator. Okay, we are talking about the statistical tools, the importance of statistical operations. Statistical operations can verify the analytical procedure as well as the resulting data. They can tell me that the procedure I used are verified, are authenticated, are suitable for the purpose I am doing it for. And it can tell me that the results are good enough and accurate enough to be used. It's impossible to say that we can avoid mistakes in analytical work. Actually, the word mistake is a common word. The more scientific one is error. Any analytical process can have an error. Errors are unavoidable. You cannot avoid errors absolutely. This cannot happen. A number of errors can result during an analytical process. But your mission is to prevent, to trap these errors as much as you can. Reduce and prevent and trap errors as much as you can. In analytical work, this is the job of quality control. This is the job of quality control. Quality control now is a part of any analytical procedure. Like we as doctors are your quality control in the lab. In factories, there is a quality control department in big labs, major labs that work for development of drugs and medications. There is quality control department whose function is, or whose work is, detection of both random and systematic errors. What is the difference between random errors and systematic errors? Random errors happen once. They have no regular pattern. For example, if we are five persons working in the lab, two of us can show the random error while the others cannot. It's not a constant error that takes place with everyone. Another example, if I am one person doing an experiment twice or three times, a random error can happen once. If it happened once and didn't happen in the other time, so it's not a random error. But if it happens in both experiments or the three experiments, so it is a systematic error. Error can result from the analysis procedure. It can result from the instrument and the glassware,
and it can result from the operators. So the three sources of error can be: number one, analysis or procedure; number two, instruments or glassware; number three, operators. Operators means the persons doing the experiment, the people doing the experiment. You yourself, when you are doing the experiment, you can be a source of error. Okay, now we are going to study the difference between samples and populations. And if you have studied your section number one, presented by Dr. Asma, I think you have heard about the difference between samples and populations. احنا هنتكلم دلوقتي عن الفرق ما بين السامبلز والpopulations، والمفروض ان الكلام دوت اتشرح في العملي مع دكتور اسماء، السكشن اللي نزل يوم الثلاث في معهد السكاشن. دكتور اسماء اتكلمت وشرحت الفرق ما بين السامبلز and populations، وقلنا ان البوبوليشن ايه هي؟ هي كل عدد القرايات او الداتا او الميجرمنتس اللي الاكسبيرمنتر عملها، اللي الاوبريتور عملها. يعني لو انا وقفت في المعمل بحضر تجربة امتحان، عملت 80 أو 90 endpoint، التسعين endpoint كلهم على بعض هم دول populations، كل الداتا اللي أنا طلعتها، كل endpoints اللي أنا طلعتها وأنا واقف أشتغل. طيب أمال السامبل إيه هي؟ السامبل إن أنا استقطرت إن أنا أشتغل على التسعين endpoint، أنا مش هقدر أشتغل بيهم لما أجي أعمل analysis للداتا، فأنا هاخد منهم مثلا كمية صغيرة، هاخد 20 30 40، نقول 30 قراية أو 20 قراية، هم دول هيكونوا sample، جزء subset of the measurements selected randomly from the population عشان تعبر عن ال whole set of data. So a population is the collection of measurements of all the measurements، كل القرايات اللي طلعت عندنا، of interest to the experimenter، كل الداتا اللي الاكسبيرمنتر طلعها. امال السامبل ايه هي؟ السامبل is only a subset، is a part. The sample is a part of the measurements selected from the population. If we are giving an example about populations, a real population, and taking a sample from this population, هنفترض ان احنا في مصنع ادوية وعندنا تشغيلة من اقراص مالتي فيتامينز. تشغيلة يعني تحضيرة كاملة كده هوت من المالتي فيتامينز طلعة من المصنع. طبعا ان شاء الله بقى لما تروحوا تدريب بعد كده وتزوروا مصانع ادوية وتشوفوا السيستم هناك عامل ازاي، لما اقول تشغيلة تابلتس او a run of tablets، احنا نقدر نتوقع ان عدد التابلتس اللي طالع عندنا هيكون بمئات الالاف. ما هو مش بيعمل التشغيلة عشان يطلع 50 قرص او 60 قرص ويعمل 4-5 علب ادوية، لا طبعا، اكيد الموضوع كده هيبقى غير اقتصادي بالنسبة له. انما الشكل الاقتصادي لتحضير باتش من الاقراص ده معناه ان انا هينتج عندي hundreds of thousands of tablets. تشغيلة بحالها يعني كمية هتنزل تغطي السوق لفترة معينة، فنتخيل حجمها قد إيه، hundreds of thousands of tablets. رغم أن أنا العدد ده كله هيكون اسمه إيه يا شباب؟ هيكون اسمه population، هو ده بالنسبة لي population بتاعتي. رغم أن population دي أنا عارف عددها بالضبط قد إيه؟ أكيد المصنع مش بيعمل التشغيلة هو مش عارف هيطلع له كام قرص، أو يقول بالتقريب هيطلع لي كذا، لا، دي بتبقى حاجة documented و defined و finite، يعني محددة، معروف هيطلع عندي كام تابلت من التشغيلة ديت. لكن برضو معلش لو أنا عايز أشتغل بقى وأجيب مثلا الأفريج بتاعهم من وزن التابلتس ديت، مين هيقعد يوزن ال hundreds of thousands of tablets دي ويشتغل عليها؟ أكيد صعب، أكيد بقى الموضوع في الحالة دي هيبقى غير اقتصادي. فنبتدي نتجه للأوبشن الثاني اللي هو إني آخد سامبل من التابلتس، وي سيلكت أ سامبل أوف ذا تابلتس، هي دي اللي أنا هعمل عليها الاستاتستيكال بروسيسز بتاعتي، وفي الحالة دي بسميه اللي أنا بعمله ده بسميه statistical sampling principles. statistical sampling principles.
لان النتائج اللي هتطلع من السامبل هتبقى ريفيرد للكاركترستيك اوف بوبوليشن، او بتعبر او هستنتج منها انفير، وي انفير يعني بنستنتج منها ذا كاركترستيكس اوف ذا بوبوليشن. اوكي، after we have defined the difference between samples and populations, let's give an example about both samples and populations. If we are working in a pharmaceutical factory that's producing multivitamin tablets, if we are checking a batch of the multivitamin tablets we are talking about, or a run, it's called a run or a batch. If you are looking after or discussing this run or this batch, can you guess how many tablets are produced in this run? Actually, there are hundreds of thousands. A very large number of tablets is produced in this run or in this batch, of course, for economic reasons. Can you use the hundreds of thousands of tablets to calculate, saying the weight of tablets, or the average weight of these tablets, or the average content of vitamins in these tablets? Of course, it's very difficult and it would be uneconomic. So we are having a population, and though it is finite, it is definite, it has a known defined number, but we cannot use it for measurements. We would not have the time or resources to test all these tablets for quality control purposes. So what do we do in this case? We select a sample of these tablets, yes, and perform our operations on these on this sample. And in this case, the results produced from the sample is inferred to the characteristics of the population. We use the characteristics of this sample as the characteristics of this population. طيب قبل ما ناخد الستاتيستيكال اناليسز او التولز اللي بنستخدمها في الستاتيستكس، عندنا تو تيرمز محتاجين ان احنا نبقى عارفينهم كويس. عندنا تيرم اسمه بريسيجن وتيرم تاني اسمه اكيوريسي، وانتوا اكيد عدى عليكم الكلمتين دولت، بس مش بنعرف نفرق بينهم لان الفرق بينهم ساينتيفيك قوي، لازم يكون دقيق قوي، واحنا بنتكلم على الفرق ما بين الاكيوريسي اند بريسيجن. طيب الاكيوريسي از ذا ديجري اوف فيراسيتي، درجة صحة القياس أو درجة صحة المعلومة أو درجة صحة الداتا. الداتا اللي طلعت عندي صحيحة قد إيه؟ يعني إيه صحيحة؟ يعني قريبة من الـ correct value أو من الـ right value of the result. So accuracy is the degree of veracity. The closer a system's measurements to the accepted value, the more accurate the system is considered to be. يبقى an accurate system means it's a system close to the accepted measurement or the correct value. طيب, so accuracy is the degree of veracity. It means the degree of correctness of value, the degree of how close the reading or the data is close to the correct value, to the right value. طيب أمال البريسيجن إيه هو؟ البريسيجن is the degree of reproducibility. الداتا دي بتتكرر كلها زي بعض ولا لأ؟ لو أنا عملت التجربة 10 مرات، ال10 مرات دول قريبين من بعض ولا لأ؟ يبقى إحنا الأول كنا بنقول accuracy قريبة من الفاليو الصحيحة، وبعدين بقى عندنا ترم تاني اللي هو البريسيجن، الداتا قريبة من بعض. يبقى لو قريبين من الكوريكت فاليو يبقوا اكيوريت، لو قريبين من بعض بصرف النظر عن الكوريكت فاليو يبقوا بريسايز. تمام، يبقى انا ممكن الفاليوز عندي تبقى بريسايز اند نوت اكيوريت، وهنشوف الكلام دوت في اكزامبل كمان شويه. طيب الاكيوريسي تاني، let's say one more time the definition of accuracy. Accuracy is the trueness or the closeness of the analytical result to the true value. The test results by a mean of several values. An accurate determination produces
a true quantitative value. Okay? So an accurate determination produces a true quantitative value. وقلنا يعني ايه accuracy؟ accuracy يعني نفترض ان احنا عندنا خمس قرايات، خمسة titrations عملناهم واحنا واقفين في المعمل لسامبل معينة. السامبل دي احنا محضرينها على انها الامبوينت بتاعتها هتطلع 10. كويس؟ لو الخمسة results طلعوا 10.1 10.2 9.8 9.9 and 9.9، ده معناه ان القرايات دي كلها قريبة من الترو فاليو اللي هي العشرة، يبقى الريدنجز دي كلها او الاكسبيرمنتس دي كلها ار اكيوريت. تمام كده؟ طيب الترم الثاني اللي هو البريسيجن، احنا قلنا it means closeness of the value، ان الفاليوز كلها قريبة من بعضها. the closeness with which results of replicate analyses of a sample agree. It's a measure of dispersion or scattering around the mean value and usually expressed in terms of standard deviation or a range. The precision, قلنا درجة قرب السامبلز كلها من بعضها، ده بيعبر لي عن مدى انتشار أو توزيع الفاليوز. الفاليوز متوزعة عندي إزاي؟ بصرف النظر هي قريبة من الفاليو المظبوطة ولا لأ؟ طب إزاي الكلام ده؟ نرجع للسامبل اللي كنا بنقول عليها، احنا قلنا محضرين السامبل على ان فيها الام بوينت بتاعتها تطلع 10. تمام كده؟ احنا عملنا 10، عملنا خمس قرايات، خمسه ام بوينتس، الفاليوز بتاعتها طلعوا كما يلي: 10.1 9.8 9.9 9.2 and 10. طيب الفاليوز هنا قريبين من بعض وقريبين من الكوركت فاليو. تمام كده؟ يبقى الفاليوز في الحالة دي اكيوريت وبرسايز. تمام؟ طيب عملنا خمس قرايات تانيين او خمسة سامبلز تانيين، طلعت الريزلتس في الحالة دي 8.5 8.6 8.4 8.2 and 8.6. one more time. اوكي، يبقى انا عندي هنا خمس قرايات، هل قريبين من الكوركت فاليو؟ لا. يبقى are they accurate؟ no they are not accurate. طيب هل قريبين من بعض؟ هم قريبين من بعض، يبقى they are precise. يبقى في الحالة دي الفاليوز أقدر أقول عليها إن هم precise though they are not accurate. فهمنا يا جماعة الفرق إزاي؟ أوكي، let's discuss it one more time. How values are judged concerning accuracy and precision. Saying we are having a sample whose endpoint should be 10. I'm preparing it in the lab to be 10. And I give it to an analyst to perform it, and he performed it 5 times. In the first 5 times, we had it 10.1, 9.8, 9.9, 9.2, and 10. These values are close to the correct value, so they are accurate. And they are close to each other, so they are also precise. Another person or another chemist has performed the experiment 5 times, and the results were 8.5, 8.6, 8.4, 8.2, and 8.6. Are these values close to the correct value, which is 10? No, so these values are not accurate. Are these values close to each other? Yes, they are actually close to each other, and this means they are precise. So that values can be precise and not accurate. Being precise does not mean they are necessarily accurate results. Okay, now we are discussing distribution descriptives. هنبتدي ناخد الفاليوز اللي بتوصف الداتا. عندنا أول حاجة هندرسها هي المين. تمام؟ هندرس المين، والمين عندنا هنقيسه للسامبل، هيبقى عندنا السامبل مين، وهنقيسه للبوبوليشن، هيبقى عندنا البوبوليشن مين. الداتا ديستريبيوشن اللي احنا
محتاجين نحكم على الريزلتس اللي عندنا بيه هيبقى عبارة عن حاجتين. هنقيس حاجتين كبار كده، هو two main categories، هنعملهم لأي مجموعة داتا عندنا عشان نعرف الداتا اللي عندي دي أخبارها إيه، accurate، precise، سليمة، أقدر أعتمد عليها ولا لأ. طيب هيبقى عندي الأول measures of central tendency، وهيبقى عندي measures of dispersion. نفهم الفرق ما بينهم. measures of central tendency إن الـ values كلها بتحاول أو بتقرب من central value، الـ values كلها قريبة من central value اللي هي غالباً هتبقى المين، سواء sample mean أو population mean. وفي الحالة دي أنا بقيس الـ central tendency، they tend to be close to the center. تمام؟ طيب وبعدين هقيس الـ measures of dispersion، هقيس انتشار الداتا، الداتا قريبة من بعض كده هو ولا طالعة بعيدة عن بعض. تمام؟ يبقى I am measuring two major types of measures for judging data, for judging data distribution. Data distribution can be described with two main measures. Number one, the measures of central tendency. This describes the closeness of the results to a central value, which usually would be the mean, whether the sample mean or population mean. And another measure would be the measures of dispersion or the scattering of data, which describes are the values close to each other or they are widely distributed. نبتدي أول حاجة بال measures of central tendency. بنعرف ال measures of central tendency عندنا ثلاث حاجات بنقيس بيهم ال measures of central tendency. عندنا المين، عندنا الميديان، عندنا المود. مين، ميديان، and مود، والتلاتة دول اتشرحوا في العملي وهيبقى عليهم applications الأسبوع الجاي، مسائل تحلوها مع دكتور أسماء إن شاء الله. طيب نتكلم كده سريعا واحنا أخدنا شرحهم بالتفصيل في العملي. طيب المين وليه أسامي تانية كتير، يا إما نقول مين، يا إما نقول arithmetic mean، يا إما نقول average. طيب الأدق طبعا إن احنا نقول the arithmetic mean، بس طبعا لو قلنا مين عادي ما فيهاش مشكلة. المين بياخد ال simple x bar، ده كده بنسميه x bar عشان الشرطة اللي موجودة فوق دي. طيب عبارة عن ايه المين او الافريج؟ طبعا ده كلنا عارفينه من ايام اقول ايه اعدادي ولا ابتدائي. طيب المين هو عبارة لمجموعة values، هو عبارة عن مجموع values دي بجمعهم كلهم مع بعض واقسمهم على العدد بتاعهم. بالظبط كده، مفيش اي اختلاف حصل عندنا، هو نفس المين اللي احنا الناس بتدرسه من ايام ابتدائي واعدادي. تمام؟ It's dividing the sum of replicate measurements by the number of measurements in this set. يبقى x bar المين، السامبل مين، بيساوي مجموع the sum، العلامة اللي هي شبه حرف الـ E بالإنجليش ديت، دي عبارة عن الـ sum. مجموع إيه؟ مجموع الـ individual data. الداتا اللي طلعت عندي بجمعهم كلهم مع بعض من أول واحد لآخر واحد وأقسمهم على عددهم اللي هو N. يبقى أنا عندي N samples، عدد السامبلز اللي عندي عددهم N، بجمعهم كلهم مع بعض بجيب السم بتاعهم وأقسمه على ال N يديني ال X bar اللي هو ال arithmetic mean. طيب الكلام دوت لما أنا بتكلم في إيه يا شباب؟ لو أنا بتكلم في السامبل مين. تمام؟ طب لو أنا بتكلم في population mean؟ طيب لو أنا بتكلم في population mean يبقى برضو هجمع مجموع كل ال individual data اللي موجودة عندي في population ديت وأقسمه على ال total number بتاعه. تمام يا شباب؟ الفرق الوحيد كمان إنه الرمز بتاع الـ population mean ما بيبقاش x bar، بيبقى اسمه ميو، بيبقى ميو. يبقى أنا عندي sample mean اللي الـ symbol بتاعه x bar والـ population mean اللي الـ symbol بتاعه ميو.
The first measure of central tendency would be the mean. We have two means. We have the sample mean and the population mean. The sample mean has the simple x bar, and the population mean has the simple of mu. How the mean is measured, it's very easy. Everybody knows how to measure the mean or the average. It's the sum or the total of replicate measurements divided by the number of these measurements. If I'm having five different readings, so their average would be calculating or summing these five values and dividing them by n, which is 5. It's the same law whether for sample mean or population mean. طيب المجر التاني اللي بنقيسه للcentral tendency هو الميديان. هو الميديان. ايه هو الميديان؟ الميديان هو الفاليو اللي في نص القرايات. والقرايات دي لازم تكون مترتبة in increasing or decreasing order. يبقى انا لو عندي عدد من القرايات لازم الاول قبل ما احسب لهم الميديان بتاعهم ارتبهم، اعمل لهم arrangement. تمام؟ لازم to be arranged. طيب والarrangement ديت يا اما يكون من الصغير للكبير، يعني هيبقى اسمها ascending، يا اما من الكبير للصغير يعني هتبقى descending. Ascending order or descending order اللي هو increasing order or decreasing order. Increasing order اللي هو من الصغير للكبير يعني ascending، و decreasing order يعني من الكبير للصغير يعني descending decreasing. تمام؟ بعد ما رتب ال values ديت in this order سواء increasing أو decreasing، هاخد ال number اللي في النص، القراية اللي في النص، بحيث إن يبقى القرايات اللي أكبر منها، عدد القرايات اللي أكبر منها بيساوي عدد القرايات اللي أصغر منها. تمام؟ طيب الكلام ده هيوصلني لوضعين. الوضع دوت لو الريزلتس اللي عندي odd number، عارفين يعني إيه odd number يا شباب؟ odd يعني فردي، عدد فردي من القرايات، عندي 5 قرايات. لما هاجي ارتبهم هيبقوا 5 قرايات، هلاقي في فاليو في النص قبلها رقمين وبعدها رقمين، صح كده؟ يبقى الفاليو اللي في النص اللي قبلها رقمين وبعدها رقمين هي دي الميديان. سهله، سهله جدا في الاود نمبر. طيب ولو ايفن نمبر في الحاله دي الميديان هيبقى ايه؟ ما فيش رقم في النص، امال في ايه؟ في رقمين في النص. لو هم مثلا 6 قرايات هيبقوا 6 قرايات في رقمين في النص، قبلهم رقمين وبعدهم رقمين. طب اجيب الميديان ازاي؟ هاخد الرقمين اللي في النص دولت واجيب الافريج بتاعهم، والافريج بتاعهم دوت هو ده الميديان بتاعي. تمام كده يا شباب؟ So we are talking about the median. The median is another measure of central tendency. Okay, how median is measured or how to get the median from a set of results? Okay, it's the middle value of results. The middle value of a set of results. If these results are odd number of results, number one, before trying to find the median, we should arrange the results. We should arrange the results. They should be in an increasing order from the smallest value to the highest value, which means in ascending order, or in a decreasing order, which means from the highest value to the lowest value, which is a descending order. So first, arrange your values in an ascending or descending order as you like. It's up to you. And then look at the results. If your results are odd number, let's say they are 5 readings or 5 results only, after you have arranged them, you will find a value in the middle with 2 values before and 2 values after. This middle value is the median. This middle value is the median. Okay, this is so easy. Okay, what about if they are even number of results? What about if they are 6 readings? If you arrange the 6 readings, you will find them no intermediate reading. You will find 2 intermediate readings. So you take the 2 middle readings with 2 readings before and 2 readings after, and take the average of these 2 middle values. The average of these 2 middle values is the median, is
the median. Okay, let's check an example about this, calculating both values of mean and median. In this figure, this one, results, it shows the results from 6 replicate determinations of iron in aqueous samples of a standard solution containing 20 part per million iron 3. دي تجربة كان عندنا water sample عينة من المية عملنا لها analysis لكمية الايرن اللي موجودة فيها زي اللي هناخده مع دكتور مروة في الشابتر بتاع الwater analysis. العينة دي supposed انها فيها 20 part per million iron. 20 part per million iron. ال PPM دي وحدة قياس، وحدة concentration للكميات القليلة. PPM it means part per million. Part per million. عندنا 6 readings زي ما احنا شايفين على الكيرف هنا. اهي ادي 1 2 3 4 5 and 6. اوكي طيب المطلوب ايه؟ calculate the mean and median for the data shown in figure 5.1. طيب نبتدي بأول حاجة المين. المين مش محتاج إن أنا أعمل أي حاجة في الداتا لأرينجمنت ولا حاجة، مطلوب بس إن أنا أطبق الرول بتاعتي. والرول بتقول إن المين اللي هو الإكس بار بيساوي مجموع الفاليوز على عددها. مجموع الفاليوز هنا، الفاليوز هنا عبارة عن إيه؟ لو جبناها كده من على الكيرف هنلاقي إن أنا عندي 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 20.1 and 20.3. هجمعهم كلهم على بعض واقسمهم على عددهم. عددهم كام؟ هو قايل لي في المسألة ان هما 6 replicates، يبقى اجمع واقسم على 6 طلع ان الرقم المين بتاعي 19.78، او تقريبا بالتقريب بقربوا لاقرب رقم طلعت 19.8، والconcentration unit عندي part per million of iron. يبقى انا كده بمنتهى السهولة جبت المين value of these results. طيب فاضل الحاجة التانية، مطلوب ايه؟ مطلوب الميديان. طيب الميديان بنجيبه ازاي؟ لازم قبل اي حاجة اعمل arrangement للvalues. هعمل لها arrangement ascending or descending براحتي. انا ممكن اخدها زي ما هم مكتوبين هنا في قانون المين، هم كده arranged ascending in ascending order. 19.4 الاول، بعدها 19.5.6.8 20.1 and 20.3. طيب بما انهم 6 readings يعني even number، يبقى الميديان في الحاله دي هيكون ايه؟ هختار ال 2 middle values. فين ال 2 middle values؟ اهمت ال 19.6 وال 19.8، قبلها قرايتين وبعدها قرايتين. طيب هاخد القرايتين اللي في النص دولت واخد الافريج بتاعهم 19.6 plus 19.8، اقسمها على 2 هيديني رقم جديد اللي هو 19.7 part per million iron، وده الميديان. اوكي let's discuss this example one more time. The example discusses the figure, this figure which shows the results from 6 replicate determinations of iron in aqueous samples of a standard solution containing 20 part per million iron. It's a water sample where we analyze it for iron solution. The iron concentration in this sample should be 20 part per million. Part per million is a concentration unit for small amounts. It's an abbreviation for part per million ppm. We can take the values from the curve. Here are 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 20.1 and 20.3. for measuring the mean we need to the question here or the example here needs to calculate the mean and the median. Calculating the mean is very easy. We put the 6 results, we find their summation, we add them together and then divide them by their number. They are 6 in number and the mean value is 19.78
approximated to 19.8 parts per million iron. Now we need to calculate the median. Of course, the median is the middle value, but in case we arrange the values first. So we arrange the values either in ascending or descending number. As we said, it's up to you. Here, the values are arranged ascendingly from the smallest to the highest. There are six, it's even number. So the median would be obtained from the two middle values. The two middle values having two values before and two values after. We take these two values and find their average. Their average would be their summation divided by the number 2. The resulting number or the resulting value is 19.7 part per million iron, which is the median of these readings. Here is another example for calculating the mean and the median. These are the results from 5 replicate determinations of iron in aqueous samples of a standard solution containing 20 part per million iron. ممكن يدهلنا بشكل تاني بدل ما ادهلنا في الاكسبرمنت اللي فاتت. كانوا 6 results. المرة دي ادهم لي عبارة عن 5 results ومش عطهم لي في curve. لا عطيني الأرقام على طول. فين الفاليوز؟ الفاليوز اهي 19.4, 20.3, 20.1, 19.8 and 19.6. وبرضو طالب مني المين and median. طيب الأول المين مش محتاج arrangement ولا حاجة. حجمع الفاليوز كلها مع بعض وأقسمها على عددهم اللي هو 5. أهو هيجيب لي الفاليو الجديدة. وهنا بس ناقص إن أنا أكتب إنه part per million iron. يبقى 19.84 part per million iron هو المين. طيب والميديان، الميديان محتاج ان انا اعمل لهم arrangement first او sorting. We have sorting the data from the smallest to the highest, which means it's ascending order. There are 5 values, they are odd. So we are picking the middle value. The middle value in this case would be 19.8, 2 values before and 2 values after. And the median would be 19.8. And of course, don't forget the unit part per million iron. So this is another example with an odd number of values. The values are odd in number. So the only difference is in measurement of the median. The mean is have just one equation to be applied, similar in all cases, but the difference here is in finding the median, whether it's, you should check first whether it's even number of data or odd number of data. آخر حاجة في measures of central tendency هو المود. إيه هو المود؟ المود هو القراية اللي تكررت أكتر حاجة. ما طب هو في قرايات هتتكرر؟ اه طبعا عادي في قرايات هتتكرر، زي مثلا ما بنبقى زي ما انتوا فاكرين لما بنبقى واقفين في المعمل كل واحد بيشتغل تايتريشن، في فاليو بتتكرر مننا كتير، هتلاقي مثلا ناس كتير بتطلع القرايه الصح المفروض انها بتطلع مثلا 9.5، هتلاقي ناس كتير مننا بتطلعها 9.3 9.4 حسب. يبقى الفاليو اللي بتتكرر كتير، الفاليو with the highest frequency هي اللي أنا بسميها the mode. So what is the mode? The mode is the measurement of the value that's repeated several times or most number of times during a measurement. If you are making 10 measurements, the number or the value that's repeated several times is the one called the mode. We can have several modes for an experiment. We can have 2 or more modes. It's not just one value like the mean or the median. بالنسبة للمين والميديان كان هو رقم واحد مش بيتكرر، لكن المود لا، ممكن ألاقي رقم أو رقمين أو ثلاثة بيتكرروا أكتر من مرة. يبقى في الحالة دي we have 2 or more modes. To judge the mode, to decide the mode, you should have a large number of values. You should have a large number of values. ده أكيد طبعا عشان تعرف مين اتكرر أكتر، مين هي القراية اللي اتكررت أكتر. It's the value with high frequency or the most frequent value.